السؤال الأول متاعنا هو علاش ظن للشباب لازم يصوت لك أنت غدو؟ ما بيان سور مانيش باش نقول خاطرني جون خاطر هذه وأول حاجة مش كل شاب ينجم يصوتوا له معناها مهم جدا خاطر فما الشاب اللي نجح وفما اللي ما نجحش وفما اللي مستحق شكون يعاونه باش ينجح هذا هو الهدف نتاعي أنا به علاش لازمهم يمشيو يصوتوا لك نهار 23 نوفمبر الشباب علاش يلزم يصوتوا لي انا على خاطر نعتبر في روحي الاقرب ليهم وعلى خاطر كي نشوف الليست نتاع ولا القائمه نتاع المترشحين ما نشوف شكون فما شكون اللي الاقدر ولا اللي عنده الكفاءه ولا عنده فيزيون باش يقدم بالبلاد اكثر مني انا يمكن كان جا فما راني مانيش موجود الحمد لله ثقه في النفس باركور عملت في حياتي ملي عمري 22 نخدم وصلت للي انا وصلت اليوم قررت كون نروح لتونس نعرف لا سيتواسيون من قبل نمشي ونجي حبيت نعمل حاجه تقعد لي ليانا للتاريخ لبلادي من 42 عام قلت انا كان 10 نعطي 10 سنين نجمو نبنيو فيها حاجه باهيه موجود بارتو نتحرك عندي رؤيه عندي فيزيون عندي اكسبيريونس نعرف شنو يلزم لتونس فما يلزم تشبيب عمليه تشبيب الدوله عمليه كونو روح الكوراج والا الشجاعه في التونسي صحيح يمكن التونس اليوم برشا يعرفوني وبرشا ما يعرفونيش خاطر انا جيت مخر ما كنتش نتحرك ياسر سورتو ما كنتش نتحرك سور تيران اما سكي سور في الاعلام مانيش موجود بكثره معناها الناس مانيش فيزيبل ياسر هذا هو اللي يخلي فما برشا عباد يقول لك ما نعرفوش وفما اللي يقول لك برشا كلام عليه وهذيك حاجه من الحاجات اللي خوفت الناس مني سورتو في 2011 كي دخلت ضربوني برشا دخلت باسلوب مودرن شويه هكا عملت كومباني قويه نتاع توا هي اللي قلقت برشا احزاب واطراف خرجوا عليا دعايات ولكن اش نقول انا نقول توا احنا الزمان طويل احنا رجعنا لبلادنا نخدموا حققنا نتيجه اللي يشوفني من كوتي بوزيتيف تو يشوف سليم الرياحي 3 سنين من رجال تونس شنو عمل فما نسق تصاعدي قاعد نقدم قاعد ملي بديت في كل مجال دخلت له سواء في السياسة ولا في الرياضة ولا حتى في الاستثمار هذاك سي ماي بيزنس معناها هذاك خدمتي الحمد لله نجح اليوم برشا ناس خايفة تقول لك خايفة من الاكسبيريونس أنا نعتبر كم الاكسبيريونس نتاع الناس اللي موجودة اليوم وإلا اللي متقدمين فما ديجا مجموعة ما عندهاش اكسبيريونس بالكل وفما الزوز ولا ثلاثة اللي معروفين بالنسبة لي أنا ما عندهمش اكسبيريونس على خاطر الاكسبيريونس في تسيير دولة ولا في التسيير بصفة عامة بطريقة علمية مودرن ما عندهمش بالكل لأنه فما اللي عنده اكسبيريونس في منظومة قديمة وهذيك الاكسبيريونس هي اللي وصلت تونس وصلت شبابنا كانوا عندنا 1,200,000 بطال وفما اللي خدم توا 3 سنين وما عطاها حتى اضافه لتونس هذا هو نقول راهو الاكسبيريونس اللي الناس تتكلم بها راهو ماهيش اوتيل في المرحله القادمه يلزمها طريقه عمل جديده وفكره جديده رؤيه جديده نبعدوا على خاصه اقتصاديا هذيك هي المشكله الكبيره تاع تونس نبعدوا على الاسلوب اللي تعمل به الدوله معناها ديما معامله على الضرائب انا نقول عنها الدوله كسوله معناها ما تخدمش ما لوجتش على بناء اقتصاد من بطريقه اخرى معناها مداخيل اخرى اللي هي توفر مواطن شغل اكثر تبعث الامل في الناس تخلق الفرص انا ديما نقول الهدف هو خلق الفرص وخلق الثروه وتوزيعها وهذا اللي انا مركز عليه صناعة جيل جديد من رجال الأعمال الوطنيين اللي هما الشباب اللي يحب يخدم في بلاده ويقعد في بلاده
معناها هذه هي طريقتي وهذه رؤيتي، انا مواصل مهما كانت النتيجه. عملت اجتماع عام زاد بيان سور خدمتي بارتو في المناطق والناس اللي نقابل فيها والشباب اللي نشوف في القهاوي، هذاك حاجه من الحاجات اللي هي تخليني نخدم ليل ونهار سورتو في الحزب باش نلقاو الحل. عملت اجتماع عام سكلوتور تاع الحمله تبارك الله، معناها يمكن 20,000 في الحبيب بورقيبه، ذكرني ب 14 جانفي ديجا قاعد نخرج فيها على الباج تاعي توا، حاجه جديده تحمسني وتخليني نشد صحيح. نو واي مهما كانت الريزولتا، الاول الثاني الثالث العاشر مازلت نكمل. انا اللي فما انا نعتبر روحي مقصر، خاطر فما ناس ما تعرفنيش، واكثريه يمكن الناس ما يعرفونيش، ما يعرفوش طبيعتي، ما يعرفوش رؤيتي، ولكن انا اللي نوعد به كونه مهما كانت النتيجه المرحله الجايه باش نقدم اكثر، باش نخرج للعباد اكثر، باش نتكلم اكثر على برامجي، واحنا مع بعضنا ما شاء الله ربي يسهل والكل في الكل لصالح تونس وشبابها، شباب تونس خاصه الشباب اللي يقرر. شنو اول قرار تاخذه لفائده الشباب كنت تولي رئيس؟ نسافروا موبيليتي؟ اي موبيليتي نخرجوا، هذا نجم نقعد به خاطر هذه حاجه تهمني ياسر وتسهل عليا الخدمه برشا. نعملوا ديزاكور مع العالم الكل سيرتو لوروب وامريكا، كونه نضمنوا شبابنا الناس نجم تمشي تجي تسافر يخرج يخرج يشوف العالم كيفاش متحرك كيفاش طورنا، خاطر ديما قد ما تفرج على التلفزه مش كيف كيف، الفكره ما توصلش. فما دي فونداسيون اللي هما نخدم عليهم توا انا سورتو الناس المتفوقه كانوا يخرجوا كانوا يقراوا لبرا بيان سور يلزم يرجعوا زاد باش يقعدوا غادي، على خاطر ديجا هما بين مشاو قراوا جاو يلقاو الموديل تبدل شويه، معناها عندنا رؤيه ليبرال لاقتصادنا لاعاده بناء المنظومه التعليميه والثقافيه، دعم الشباب بقروض اهم حاجه. كون اليوم كي نتكلموا على صندوق الدعم فما حاجه نحب نحكي عليها، صندوق الدعم اللي ماشي 80% منه ماشي للاغنياء و20% للفقراء، نحب فما المنظومه هذه نحب نعدلها، نحب الدعم يمشي للثقافه وللتعليم وللشباب، على خاطر هذا الانفستيسمون ما يعطيش ريزولتا اليوم اما يعطيك ريزولتا بعد 10 او 15 سنه، هذاك باش نجمو نبنيو دوله كي نطوروا في رواحنا احنا قبل ومن بعد الباقي يجي بطبيعته. اللي تكنولوجي التكنولوجي مربوطه بالعالم اكيد، المجال يلزمك تطور فيه، مانيش من مع السب كونتراكتينغ نتاع الركب منعش شنو نوع التكنولوجي اللي تكلم عليه، كان على توسكي تكنولوجي تصنيع والا شنو ريشيرش تصنع تكنولوجي الريشيرش لافورماسيون هذاك سي جزء من العمليه كامله، معناها جزء من المجالات اللي احنا بطبيعتنا يلزمنا نتكلموا لغه العصر، معناها حتى اللي مارشي اللي نتكلم عليها ما نجيش كل واحد تطلع له طلع يقول انا نحب نعمل كذا، يلزم يكون اورينتي في المجالات اللي هي دوموندي في العالم الكل، ومنها التكنولوجيا اللي هي اهم نقطه تو، رغم اللي التكنولوجيا راهم تجي حتى في الازا بزنس تجي في الكاتريم ولا سانكيم بوزيسيون، خاطر فما حاجات قبل معناها كاقتصاد عالمي.